مرحبا فيكم بحلقة جديدة من USB، وإن إذا أنتم بتحبوا التكنولوجيا راح تحبونا. بهاي الحلقة عنا معلومات مش طبيعية، وبنفس الوقت عنا كمان نصائح تفيدكم، فيلا نبلش. فلسطينيات في مسابقة سيليكون فالي للتطبيقات. إطلاق سبوتيفاي الفلسطيني، تذكرة الفنانين المحليين. البيتكوين وصلت فلسطين. الشاحن العكسي، ثورة جديدة في عالم الهواتف. شو لازم تعمل لحتى تنجح بالستارت اب تبعك؟ أما بفقرة التيبس اند تريكس لليوم، فراح ندلك كيف ممكن أنت تلاقي تليفونك حتى إذا هو سايلنت. أما بفقرة الريفيوز، فراح نورجيكم دليفري بوي مش طبيعي وبرضه مش إنسان. خلينا نبلش بهاي الحلقة. فاتوا مراهقات من نابلس لحتى يعرضوا تطبيقهم الجوال حول الوقاية من الحرائق للمطورين بتحدي تكنوفيشن وفي مؤتمر World Pitch Summit، وبتوجه 4 أصدقاء فلسطينيين لعرض تطبيقهم المحمول بخصوص الوقاية من الحرائق لقادة التكنولوجيا في سيليكون فالي، بعد فوزهم في منافسة في نهايات المسابقة عالمية بين أكثر من 19,000 فتاة مراهقة. وبالنسبة للطلاب بصف 11 من الضفة الغربية، فتذكرة القبول في قمة الملعب العالمية بتحدي فقرة مثير بشكل خاص. وقالت ويسان السيد العضو الفريق إنه إحنا متحمسين لأنه نكون جزء من أرقى مجتمع تكنولوجيا المعلومات في العالم سيليكون فالي، وإن منقدر نلتقي بناس مهمين ونشوف كيف يشتغل العالم الجديد. في سان خوزيه كاليفورنيا قدموا التطبيق لـ تكنوفيشن، ووصل 12 فريق إلى نهائيات تحدي تكنوفيشن في سان خوزيه كاليفورنيا، وقدموا التطبيقات اللي بتعالج المشاكل في مجتمعاتهم. وبتنافس الفلسطينيين في الفرقة العليا ضد فرق من مصر والولايات المتحدة ومكسيك والهند وإسبانيا للحصول على منح دراسية تصل إلى $15,000. وبدير المسابقة اللي بتفوت اليوم عامها التاسع شركة Iridescent، وهي منظمة عالمية غير ربحية تقدم الفرص للشباب وخاصة الفتيات من خلال التكنولوجيا. وقالت المجموعة إنه 60% من المشاركين في الولايات المتحدة بنخرطوا في دورات إضافية في العلوم الكمبيوتر بعد المسابقة، بحيث بتخصص 30% من هذا المجال في الكلية، وهو أعلى بكثير من معدل الوطني بين الطلاب الكليات في الولايات المتحدة. وحكت المجموعة إنه ثلث المشاركين الدوليين بيّنوا اهتمامهم بالدورات المتعلقة بالتكنولوجيا، وكان تحدي تكنوفيشن بمثابة تجربة غيرت حياة السيد وزميلاتها إزبيد الصدر، ماسة حلاوة وتمارا عويسة. وحكوا إنه قبل هذا البرنامج كانت عنا فكرة مبهمة من المستقبل، بس هلا عنا فكرة واضحة ساعدتنا في اختيار طريقنا في الحياة. بحصد الموسيقيين الفلسطينيين أرباح سريعة من وجودهم في سبوتيفاي، اللي أطلقت خدمة بث الإنترنت بالشرق الأوسط وبشمال أفريقيا مؤخراً. وقال سهير نفار اللي بيشتغل كمسؤول تحرير موسيقى عربية رائدة في خدمة البث، إنه مركز العربي بيوفر منصة فريدة من نوعها بتجمع بين كافة الثقافات والإبداعات العربية في الماضي وكمان بالحاضر. سبوتيفاي هي أول شركة تدشين كبيرة بتطلق برنامج خاص بالذات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الإشي اللي بيسمح للفنانين المحليين بالوصول إلى جماهير عالمية جديدة على الرغم من التحديات المحلية. كفنانين فلسطينيين بنواجه كثير من القيود، بيقول بشار مراد وهو المطرب الفلسطيني مقره القدس الشرقية، وقال إنه سبوتيفاي ساعده في الاستماع إلى الموسيقى. وحكى بعد الإطلاق زاد الاتباع الشهري على سبوتيفاي من 30 لحتى يوصل ل 6500. بالرغم من هيك، فنقص الخدمات الخلوية عالية السرعة في الضفة الغربية وقطاع غزة راح يحد من استخدام التطبيق أثناء التنقل. وقال محمد سوسي، هو فنان راب من غزة سجل في سبوتيفاي الأسبوع الماضي، حكى لازم عطول يكون في انترنت جيد في البيت أو في المقهى مشان أكون قادر على تحميل أغانيي إلى سبوتيفاي،
وكمان ضاف انه بمجرد ما تحصل غزة على 3G رح يكون اشي رائع وافضل من انه ينشر اغانيه على فيسبوك ويضطر يتابع تعليقات الاشخاص، لانه سبوتيفاي هو المكان المخصص للموسيقى، والاراضي الفلسطينيه هي السوق العربيه الوحيده المشموله في اطلاق سبوتيفاي الاقليمي اللي بتفترق الى البنيه التحتيه لنطاق العريض 4G. رغم انه بعض المستهلكين بيستخدموا شبكات اسرع في اسرائيل المجاوره، واطلقت الضفه الغربيه خدمه الجيل الثالث في اواخر عام 2017، بس غزه عندها خدمه 2G فقط. وسبوتيفاي متاحة بشكل غير رسمي في الضفة الغربية وغزة لعدة سنوات من خلال حسابات المسجلة في إسرائيل أو الأسواق الأخرى، والوصول إليها من خلال شبكة خاصة افتراضية أو VPN. وبالنسبة لمجتمع صغير ولكن متنام من المستخدمين في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، صارت بيتكوين هي شريان الحياة. بقدر أحمد إسماعيل المحلل المالي في غزة إنه في هناك ما يقل عن 20 مكتب التبادل غير الرسمي، وبساعد إسماعيل بنفسه 30 عميلاً على استخدام لشراء البيتكوين للاستثمارات في الخارج مثل الأسهم وكمان ما بالبدائل المحلية لوضع الأموال في العمل. وحكى أحد من تجار العملات هذه في غزة إنه ساعد حوالي 50 عائلة في الشهر في شراء ما قيمته $500 من البيتكوين في المتوسط لإرسال الأموال إلى الخارج أو التسوق عبر الإنترنت. بيتكوين في رأيهم هو أرخص وأكثر أماناً وأسرع، وعلى الرغم من أن فلسطين مش الجزء الوحيد المعزول سياسياً واقتصادياً عن العالم، إلا أنها فريدة إلى حد ما بين هذه الأسواق من حيث العوامل المحركة وكمان القيود على التبني. على سبيل المثال، ما بتواجه الفلسطينيين هذا النوع من التضخم المفرط الذي يدفعه الفنزويليين والإيرانيين والأتراك إلى مطاردة عملة رقمية محدودة العرض، لأنهم ما بملكوا عملة وطنية على الإطلاق بدل ما يستخدموا العملات الأجنبية المستقرة. بس في هناك خاصية أساسية تانية لشبكات مكافحة الكتل العامة، وهي جاذبة بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية. بمجرد دفع قيمة المعاملة وما بينفع الاعتراض عليها بواسطة وسيط، اللي رح يحل مشكلة حقيقية لسكان ذوي الدخول المحدود. ومع هيك يمكن العملة الإلكترونية القيام بالكثير فقط في مكان يمكن أن يكون فيه انقطاع التيار الكهربائي حدث يومي. وحتى البنوك التقليدية بتكافح أحياناً التعامل مع الكثير من العالم الخارجي. تقنية جديدة بدأت تظهر في الهواتف الذكية، وهي تقنية الشحن العكسي، واللي من خلالها يمكن استخدام الشحن الموجود في جهاز ما لحتى يشحن جهاز آخر. ومن الممكن تلاقي هاي التقنية في هاتف الآيفون القادم في هاي السنة. تقنية الشحن العكسي ما بتعتمد على أي توصيلات سلكية بين الجهازين للأجهزة الثانية، وبوفر طاقة الشحن والجهاز المشحون، ولكن تعتمد على الشحن اللاسلكي، بحيث رح يعمل الجهاز الأول كقاعدة شحن الجهاز الثاني بشرط أنه اثنين بدعموا الشحن اللاسلكي. ومن خلال هذه التقنية مثلاً ممكن تستخدم الهاتف الآيفون في شحن الآيفون آخر، أو جهاز الآيباد، أو تحط جهاز الآيفون تبعك على جهاز الماك بوك لحتى يتم شحنه بالوقت اللي بتقوم فيه أنت بالأعمال الأخرى. يبدو المشهد العام للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط مزدهر وواعد، بحيث بدأ العديد من الأشخاص بترك وظائفهم الثابتة بإرساء شركات ناشئة خاصة فيهم بهدف إما إنتاج بضائع أو تقديم خدمات. إلا أنه أغلبية الشركات الناشئة ما بنكتب لها النجاح في مسيرتها. على الرغم من هاي الحقيقة المرة، إلا أنه لازم على رواد الأعمال أنه يكونوا على دراية فيها قبل البدء في مشروعاتهم. والسؤال هو كيف يمكن لرواد الأعمال بناء شركات ناشئة يكتب إلها النجاح؟ 1- اختيار فريق العمل المناسب. يعتبر توفر فريق العمل المناسب أحد أهم عوامل النجاح للشركات الناشئة، الأمر الإشي اللي ما يهتم عادة رواد الأعمال الاهتمام كفاية. 2- مشروع بركز على تلبية الاحتياجات العميل. مش سر إنه أي مشروع جديد بيعمل على تقديم المنتجات أو خدمات يحتاج لها العملاء، بس في بعض الأحيان نجد إنه رواد الأعمال بيكونوا متمسكين بفكرتهم وبيفشلوا في جعلها تتكيف مع متطلبات السوق. 3-
جذب الاستثمارات. توفير الاستثمارات اللازمة أمر بالغ الأهمية في النجاح معظم الشركات الناشئة، بس مش كل الشركات الناشئة بحاجة إلى الاستثمار التأسيسي أو رأس مال المخاطر في المراحل الأولى من العمل. بس إذا أرادت واحدة من الشركات الناشئة الحصول على التمويل لمشروعها، لازم توضح للطرف الممول مدى احتياج السوق لمنتجاتها أو خدماتها.